معانا النهارده نجم ليه طله وهاله، وانك تشوفه وما تحبوش دي تبقى استحاله. يطول دقنه حلو، يحلق دقنه جميل، اما بالنسبه لشعره فده بقى ملوش مثيل. جدع وابن بلد وممثل خطير، يخليك تكرهه في دور الشر وتحبه في دور الخير. المز اللي تشوف ملامح وشه ترتاح، وعشان كده مصر كلها قالت له احنا اسفين يا صلاح. معانا النجم الجامد جدا 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 ماجد المصري. دي النور يا دي النور، انت نورتنا. ربنا يبارك فيك. وبجد يعني انا مبسوطه جدا. اشكرك. طيب عايزه ابتدي كده ارجع معاك لايام الطفوله، وعرفت كده وسمعت ان انت كنت طفل شقي ومشاغب. ايوه. وليك حركات كده، فاحكي لنا بقى. يعني عايزه اي مرحله فيهم؟ المرحله الاولانيه اللي هي بدات الشقاوه تزيد عن حدها وتتقلب ضدها. مرحله الابتدائي. اه. انا من مواليد مدينه طنطا. اوكي. كنت في مدرسه اسمها الجهاد. من الشقاوة كنت أنا وأصدقائي في الفصل، كان معايا مثلا محمود شبلة، علي عماشة، حمادة الدسوقي، هيطلع رضا إيه نعيم، بقى رضا أفيونة. الله، يعني ما أنا بقول لك اللي مصاحب دول هيطلع يطلع صحيح إيه. فكنا دايما في فترة الدراسة من الشقاوة، يعني رضا اللي هو رضا فايز يعني ده كان يعني اغنى واحد في المدرسه يعني. فبيجيب معاه اكل كده مميز. فاهمة ازاي؟ عارفاهم انا العيال دي. ايوه عارفاهم انت طبعا. اللي هم كانوا جايبين الاكل في كيس كده وورق ملفوف في ورق سلوفان. لا ما علينا من الورق، احنا عايزين اللي جوه الورق يعني. اللي جوه بقى اللي هي سندوتشات الجبنه الرومي. لا لا روم مين؟ عدى؟ لا لا عدى طبعا طبعا. ايوه. ما تقوليش جاب سجق. لا سجق وايه كمان وبالويف بقى وحاجات. لا ده جاحد. اه جاحد جدا. ده جايز عدى. الريحه بتبقى مفحفحه وانت فاهمه بقى، انت اكيله وفاهمه خلاص. طب جمع السجق ترشي؟ ولا جايبه كده؟ فطبعا رضا ابن ناس بقى، فهو كان بيجي بصراحه بسم الله ما شاء الله بينام. بس يعني عندي سؤال صغنن. اتفضلي. هو ازاي ابن ناس واسمه رضا يعني؟ يعني لا مش رضا. لا ابن ناس جدا 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 يعني. من الرضا. امال مين حازم؟ مين يبقى حازم؟ وهي ناس ثانيه خالص يعني. طيب اذا كان كده رضا بيبقى قاعد نايم، معرفش ليه دايما بينام، ومن الاكل بتاعه بيبقى مميز قوي، عارفه ازاي؟ فوالله احنا كنا كل يوم بنعمل حيله عشان نسحب الشنطه بتاعته، ناخد الاكل ونرجع. اقسم بالله ما كان بيحس اصلا ان احنا اخذنا الاكل. يعني ده تخمه بقى في السخه بقى. من كتر الاكل مش حاسس اللي اتاخد منه من اللي ما اتاخدش. كتير بقى بسم الله ما شاء الله يعني. فرضا من الناس اللي كانت بتغذينا في المدرسه، عارفه ازاي؟ ده من الشقاوه يعني. كان عندنا بقى علي عماشه طبعا. علي عماشه ده برضو من الناس اللي معروفه جدا في المدرسه عندنا، فكان دايما هو بيبقى مقرب قوي للاساتذه يعني. اوكي. لو قاعد قدام ولا مقرب منه؟ لا قاعد قدام. ما عشان عماشه يا حبيبي فمش شايف. ما هو ما جايه عماشه منين؟ ما هو مش شايف عشان كده قاعد. انت فاهم شكلكم كنتوا ظالمينه. لا كنا ظالمينه جامد. وكان دايما الاساتذه بيحبوا لما يسيبوا مثلا الحصه 3 4 دقايق فيوقفوا علي هو الليدر رئيس الفصل يعني. آه. ده كان بيشوف ليله سودا يعني. يعني مش عايز اقول، مش هقدر، في حاجه كتير ما اقدرش احكيها والله. طب اكتر موقف فاكره مثلا يوم كنت زوخت بقى من المدرسه انت وعلي عماشه ورضا علوكا؟ رضا علوكا صحيح. في يوم اتقفشتوا؟ لا مش زوغنا من المدرسه. احكي لك موقف بقى وامري لله. ايوه انا عايزه بقى. بس امسكي نفسك. حاضر. اوكي. عندنا كنا دايما في وقت العيد كويس من باب الشقاوه يعني. عندنا في طنطا في منطقه كده او بحر، في بحر كده وسط الدلتا بقى وكده وبتاع كويس. فده بالنسبه لنا اسمه البحر. بس هو بعيد طبعا عن المدينه شويه، فاللي يروح هناك ده الاهالي كانت دايما تقول لنا ما تروحوش هناك عشان هناك بيضربوا بالفاس وهيموتوك وبتاع، بيخوفونا يعني. في يوم رحنا حوالي 5 اطفال بلبس العيد. كويس. ففي جنب البحر في زي ترعه صغيره. اوكي. فاحنا عايزين ننزل البحر، يا اسكندريه بعيد علينا، عارفه ازاي؟ صح. فنعمل ايه؟ فقلعنا خالص
خالص خالص خالص مالس بما ان جاي من الشمال يعني يا ريتني كنت معاكم فاتتني والله والله فاتتني الطلعه دي انا احب البحر قوي نكررها احب اعوم قوي قوي المهم بعد ما قلعنا ايه خالص خالص كويس وحطينا الهدوم بر بر حلو ونزلنا بقى نلعب عيال بقى مش فاهمين حاجه فيجي واد نصاب احنا مش فاهمين بقى اجري يلا صاحب الترعه جه فاحنا طبعا صاحب الترعه جه فجرينا صاحب احنا مش فاهمين بقى ما هو نصاب اجري يلا صاحب الترعه جه فطبعا فلقنا وسبنا الهدوم وانتوا خالص واقفين خالص خالص وبعد ما مشينا اكتشفنا ان احنا خالص فطبعا قلنا طب احنا هنروح البيت واحنا خالص ازاي فطبعا وكان معانا واحد اسمه حسين حسين ده كان اسمر فده مش فارق لا ما انا هقول خالص زي ما فنيا يعني فنيا عايز. فنيا بقى لما بيبقى واخد ميه مع الشمس بيلمع بيلمع ارمود ده بيلمع خالص كويس المهم طبعا روحنا كل واحد على طبعا احنا شين خمسه مفيش خالص والناس ايه حكايه خالص دي كويس الحلقه دي اسمها خالص على فكره كويس الناس عماله بتتفرج علينا في الشارع وطبعا ضحك والكلام ده واحنا ماشيين بقى عادي خالص وبتاع كده امي الله يرحمها خبط عليها وبتاع وداخل فلقيتني طبعا بالمنظر ده اخدت علقه محترمه اللبس فين قلت لها اتسرق اتسرق ازاي قالت لي قلت لها صاحب الترع قالت لي الترع ليها صاحب يا ابني الراجل جه قال لك اجري يا ابني صاحب الترع جه ومعرفش بقى ففهمت بقى بعد كده يا عيني فهمت لا ده انتوا يعني بس بقيت اعمل الحركه دي بعد كده بقيت اروح عند الترعه كل ما الاقي حد اجري يا صاحب الترعه جه بقيت انت حسين يعني طب بالنسبه لان انت طبعا مز وكنت اكيد مز من وانت صغير وامز امز امز فكلمني بقى عن الوالده كانت بتعمل ايه بقى مع المعجبات اللي رايحين جايين واكيد كان في صحبات وبيجوا في الجنينه ما دام كان في جنينه بقى ويرموا ورد حسيت قلبي قال لي مش كده كانوا بيجوا يخبطوا انت عرفتي منين والله قلبي قال موضوع الجنينه حسيت كده هو طبعا كانت لا هي كانت دايما امي زمان تقول لي انت متعب وهتتجوزك هتتعب انت متعب في طريقتك يعني عارفه ازاي لكن قول 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 ايه اللي حصل في الجنينه كنت بربي كلاب كده صغيره في الجنينه كلاب بس ويا ترى كانوا حلوين وكتاكيت وشرسين طب والكلاب تنفع مع الكتاكيت طبعا ده كده يبقى في فرق في السرعات يعني كلاب وكتاكيت ياكلوا بعض ايوه ازاي ما ينفعش انا حقلب البرنامج انا اللي هسالك ما الكلاب شرسه وكتاكيت كتاكيت ضعيفه خالي وبيعملوا ازاي سيو 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 طب قول لي انت عندك ما شاء الله اربع اولاد مهتاب واحمد وادم ودليد مظبوط مين فيهم حاسس ان هو شبهك اكتر نقول مثلا شبهك في الشكل ونقول مين فيهم شبهك اكتر في الصفات تمام انا عندي البيت مقسم بطريقه غريبه جدا يعني عندي مثلا ايه ادم طالع شبه احمد اخوه في الطباع بالملي هو احمد هو احمد بطريقته مش عايز يعني هو احمد يعني في كل حاجه حتى الكحه بتاعته حتى طريقته الله. حتى بيقول الكلام احيانا غلط حتى يعني هو كوميدي في الحته دي عارف ازاي والله مهتاب واخده الشكل الكوميدي شويه هي مهتاب يعني لو مهتاب قعدت معاكي هتمشي معانا جاي مش انت مش فاهمه كويس يعني يعني خالد يوسف محمد سامي تامر حسني كتير جدا جدا يا ابني دي حرام عليك دي موهبه اللي مش عارف ايه الكلام ده اقول لهم لا يعني خليك ليه مش حابب بقى طيب انا مش حابب يعني خالص ولا مثلا عشان السن دلوقتي لسه لا صغير خالص لا خالص لا ما هي تاب كبيره هي تاب في جامعه بجد ما شاء الله طب ليه مش عارف مش حابب طب قول لي يعني انا عارفه ان انت راجل حمش وانا اموت في الراجل الحمش طب ما تيلا بقى جدا يعني ما تيلا انت انا مستنيه بقى لك كتير مش عارفه ايه اللي مأخرك كل ده نجيب عقد واتنين شهود لا أربع شهود؟ على قد كل واحد على قد اتنين شهود ده للناس العادية على رأيي طيب أنا عارفة أنك مش موافق أن مراتك تشتغل ليه؟ وهل لو ارتبطنا هتخليني أكمل شغل ولا لأ؟
وهل هتحب شغلي وتدعمني وتقف ورايا ولا لا؟ انت سيبك تشتغلي. انت مفيش خوف عليكي، انت تنزلي تمرحي وتفرحي مفيش قلق. والله يا شيماء مش عارف، يعني انا مش عارف يعني انا شرق زياده عن اللازم، مش عارف يعني انا مش عارف ابقى غير يعني انا كده. انا كده، فده مش عدم ثقه في الوسط او عدم ثقه في مراتي او بنتي او خوف عليه، ما اعرفش، بس انا مش عارف، مش عارف، ملهاش معنى تاني، قلبي مش هيجبني، ما اعرفش، مش هينفع. الموضوع ده مرفوض تماما. طب قول لي، ممكن تكرر تجربه الجواز مره ثالثه؟ لعبي في شعرك قوي يعني. ها دي مش هتبقى المره الثالثه. 15. يعني لا طبعا، بعد مراتي خلاص الموضوع يعني احلى واجمل واطيب واجدع من كده، ما اعتقدش ان انا هلاقي. والنبي يعني، ده انت ربنا مامتك داعيه لك، هنقول ايه؟ لا بجد. طب قول لي، هو بتغير عليك؟ ها بتغير عليك بقى؟ اكيد اكيد، ما فيش ست طبعا بتحب جوزها وما بتغيرش عليه، اكيد طبعا بتغير عليها جدا، بس هي رنا من النوع اللي ما تبينش، بس انا بحسها فاهمها كويس قوي، فلذلك انا بحترمها جدا يعني، عارفه يعني، دايما براعي الحته دي في وجودها وعدم وجودها، يعني لازم ابقى كير جدا بالمنطقه دي، لان هو كده ما ينفعش غير كده يعني. طب امال ليه واحنا مسافرين مع بعض في الجونه قعدت ترقص معايا واديتني الرقم بتاعك وقلت لي بقى خلينا نتكلم كتير وكده، قلت لي والله انا متضايق قوي ان هي موجوده بصراحه، يا ريتها تمشي يعني، انا مش عارف هي لازقه لي في كل حته ليه، ليه عملت كده؟ هو انا معنى ان انا امنك على حاجه يا شيماء تقوليها كده في انا ما بخبيش حاجه على جمهوري، دول الانشين بتوعي عارفين كل حاجه. بس انا بصراحه انت بتخبي، دي مشكلتك. انا بصراحه يعني حاسس ان انا هرتاح معاكي اكتر. طيب امال ليه بقى بسالك اهو السؤال، انك تتجوز مره ثالثه قلت لي لا؟ كلام بس كده عشان الهوا، لكن ما ينفعش يعني، يعني ده بيني وبينك كده. طيب اذا كان كده ماشي. طب قول لي بقى، مين اكتر فنانه طلع عليك اشاعه ان انت مرتبط بيها؟ ليلى علوي. ليلى علوي؟ اه طبعا. وفي الطوال؟ في الطوال في حد طويل؟ قولي لي مين. ما انا بقول لك انا. في الطوال مين طوال؟ مفيش اطول حد كانت هالة صدقي في مصر يعني، مين؟ مفيش اطول. يعني هي لا، هي ليلى اكتر عشان يمكن اشتغلنا مع بعض كتير، فكان في اشاعات غريبه جدا حتى في دفنه الاستاذ نور الشريف، فكانت كنا في منطقه 6 اكتوبر هنا، فانا قالت لي ماجد وصلنا العربيه عشان خايفه، لان كانت في ناس غريبه كتير قوي في اللحظه دي، وناس جايه تتصور وناس غريبه جدا في المنطقه في دي، اوقات غريبه صح. فانا خدت امسك كتاب من ايديها عشان اوديها عربيتها بسرعه كويس، عشان مش عارفه توصل من الزحمه العربيه، فبداوا ياخدوا لنا صور، وصحفي عجيب جدا كتب حاجه عجيبه جدا في موقف ما ينفعش يتكتب فيه حاجه تانية، ان قصه حب بين ماجد المصري ولا حاجه عجيبه جدا، سخيفه هنا مش عجيبه، بس دي مش ممكن يعني خلاص يعني عارفه ازاي، فحسيته متافه يعني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا طبعا لازم نحيي الفنانه الجميله ليلى علوي، لا ما تزعليش من الحاجات دي، ليلى علوي اسم كبير وتاريخ طبعاً، وحد محترم جدا ومن طبعاً اجمل فنانه كبيره والله، من اجمل النجمات اللي انا اشتغلت معاهم. يكفي ان في اول مره التقي بليلى علوي كان عند استاذنا الكبير الاستاذ رأفت المير رحمه الله عليه، فدخلت بتعرف عليها، لك ان تتخيلي وانا لسه جديد، كنت عامل سارق الفرح بس، فيلم سارق الفرح، وبعمل تاني حاجه بعمل فيلم تفاحه او بعد قشر البندق، اوكي؟ لقيتها بتقول لي انا مبسوطه جدا ان انا هشتغل معاك. ليلى علوي بتقول لي انا هشتغل معاك. بص الشياكه والنجوميه اللي هو خلاص خليتك كده، انت داخل خلاص بقى عايز تعمل احلى ما عندك بالزبط. بعد الجمله دي، فلذلك حتى احنا اشتغلنا مع بعض فيلمين، اشتغلنا تفاحه واشتغلنا ست ستات واشتغلنا مسلسل التوأم. التوأم ده كان واتمنى ان انا التقي تاني معاها، لان فعلا ليلى من اعز الناس ان انا اشتغلت معاهم بجد، وكانت كلها حاجات ناجحه، واحنا كمان نتمنى، لانكم دايما بتعملنا مع بعض اعمال حقيقه يعني بتكون مختلفه وناجحه جدا.